متابعينا اهلا بحضراتكم، معاكم احمد السعداوي في لايف جديد من صاله تحرير موقع مصراوي. النهارده الدكتور مصطفى مدبولي خلال اجتماع الحكومي من مقر الحكومه بالعاصمه الاداريه الجديده اقر عده قرارات مهمه، كان ابرزها نظام جديد للقبول بالجامعات الخاصه والاهليه، شرط خوض سنه تاهيليه، سنه تاسيسيه السنه ديت عشان تقبل بالكليه اللي انت الراغب فيها بشروط وضوابط معينه، مثلا لو انت مجموعك اقل من الحد الادنى للقبول بالكليه اللي انت راغب فيها، الشروط الجديده ديت اجازت ان انت تقبل في الكليه اللي انت راغبها بشرط ان مجموعك ما يكونش اقل منها بنسبه تتجاوز 5%، وايضا من مجموعه اقل من 5% هيقبل بشروط معينه هنقولها على حضراتكم تفصيليا. تاني، اللي مؤهله أو مجموعه مش جايب الكلية اللي هو راغب فيها، مجلس الوزراء أقر قرارات مهمة جديدة بالنسبة للالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية، الكلية اللي انت راغب فيها من حقك ان انت تقبل فيها بشروط معينة لو مجموعك أقل من الحد الأدنى للقبول بهذه الكلية بنسبة 5%، وشرط آخر هنقوله بشرط خوض سنة تأسيسية. التفاصيل دي هنعرضها على حضراتكم تفصيليا وفقا لما أقره مجلس الوزراء النهاردة. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009، ونص التعديل على أن يضاف إلى القانون المشار إليه مادة رقمها 19 مقررا تنص على أنه للجامعات الخاصة والأهلية قبول الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها اعتبارا من العام الدراسي 2024-2025 والذين لم يحصلوا على الحد الأدنى المؤهل للقبول بالكلية التي يرغبون في الالتحاق بها بالجامعات الخاصة والأهلية متى اجتازوا مرحلة تأهيلية تسمى السنة التأسيسية طبقا لتأهيلهم العلمي للدراسة بتلك الكلية، الذين لم يحصلوا على الحد الأدنى المؤهل للقبول بالكلية التي يرغبون في الالتحاق بها بالجامعات الخاصة والأهلية متى اجتازوا زي ما قلنا مرحلة تأسيسية تسمى السنة التأسيسية طبقا لتأهيلهم العلمي للدراسة بتلك الكلية، وده كله وفقا للضوابط والقواعد والشروط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالتعليم العالي والتي يضعها المجلس الأعلى للجامعات بعد أخذ رأي مجلس الجامعات الخاصة أو مجلس الجامعات الأهلية حسب الأحوال، وذلك كله دون الإخلال بالضوابط التالية هنعرضها على حضراتكم تفصيليا. أي حد عايز يقبل بكلية هو اترفض بسبب أن مجموعه قليل، هنقول التفاصيل والشروط علشان يقبل بهذه الكلية. أول حاجة، ألا تتجاوز نسبة التخفيض 5% من الحد الأدنى المؤهل للقبول بكل قطاع تخصصي بالجامعات الخاصة أو الأهلية حسب الأحوال، ألا تتجاوز نسبة التخفيض 5%. طيب لو نسبة التخفيض أكتر من 5% لمجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالتعليم العالي تجاوز تلك النسبة، وأن يكون الالتحاق بالسنة التأسيسية وفقا للتأهيل العلمي للطالب. يعني لو نسبة التخفيض أقل من 5% يجوز لمجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص أن يقبل الأمر. يبقى إذن عندنا أمرين مهمين، ألا تتجاوز نسبة التخفيض عن 5% من الحد الأدنى المؤهل للقبول بكل قطاع تخصصي بالجامعات الخاصة أو الأهلية بحسب الأحوال، ولمجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالتعليم العالي تجاوز تلك النسبة، وأن يكون الالتحاق بالسنة التأسيسية وفقا للتأهيل العلمي للطالب. بعد كده تضمنت الضوابط عدم تجاوز الطاقة الاستيعابية للكلية مع مراعاة تحقيق التوازن بين الطلاب المقبولين من خلال السنة التأسيسية وغيرهم من الطلاب المؤهلين للالتحاق بالكلية، وكذا الالتزام بضمان جودة التعليم في الجامعات الخاصة والأهلية والتزامها بمعايير الجودة العالمية. طب ايه المقصود بالسنة التأسيسية؟ مجلس الوزراء وضح ده في القرار بتاعه، وقال نص مشروع القانون على انه يقصد بالسنة التأسيسية في تطبيق احكامي محتوى علمي بنظام الساعات المعتمدة، وينتهي منه الطالب فور اجتيازه، ويتلقى الطالب خلالها مواد علمية ومقررات دراسية ترتقي بها مهارات وجدارات الطلاب لتؤهلهم للدراسة في الكلية التي يرغبون في الالتحاق بها، وتقليص الفجوة المعرفية بين مخرجات التعليم وما يتوقع من الطلاب أداؤه في المرحلة الجامعية بهدف تحسين مخرجات التعليم من الكوادر المؤهلة لسوق العمل.
إذن الطلاب اللي هم مجموعهم ما حصلش الكلية التي يرغبون فيها سواء هندسة طب أو أي كلية أي كلية كانت، من حق الطالب إن هو يقبل في هذه الكليات بشروط معينة في الجامعات الخاصة والأهلية، مجموعه يكون مش أقل من الحد الأدنى بنسبة 5%، وأيضا لا يجوز لمجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص أن يقبل من هم أقل من نسبة 5% بشروط وضوابط معينة. تاني هنقول على حضراتكم نص التعديل اللي وافق عليه مجلس الوزراء النهاردة بالنسبة لنظام جديد للقبول بالجامعات الخاصة والأهلية لكل الطلاب اللي مجموعهم أقل من الحد الأدنى للقبول بهذه الكليات، من حقهم ان هم يقبلوا بهذه الكليات شرط خوض سنة تأسيسية. مجلس الوزراء وافق على مشروع القانون ده بأحكامه، ونص التعديل على ان يضاف القانون المشار اليه مادة رقمها 19 مقرر على الآتي: للجامعات الخاصة والأهلية قبول الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة او ما يعادلها اعتبارا من العام الدراسي 2024-2025 الذين لم يحصلوا على الحد الأدنى المؤهل للقبول بالكلية التي يرغبون في الالتحاق بها بالجامعات الخاصة والأهلية ما تجتازوا مرحلة تأهيلية تسمى السنة التأسيسية بنظام الساعات المعتمدة طبقا لتأهيلهم العلمي للدراسة بتلك الكلية وفقا للضوابط والقواعد والشروط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالتعليم العالي. الضوابط مرة تانية: ألا تتجاوز نسبة التخفيض عن 5% من الحد الأدنى المؤهل للقبول بكل قطاع تخصصي بالجامعات الخاصة أو الأهلية حسب الأحوال، ولمجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالتعليم العالي تجاوز تلك النسبة اللي هي 5% أقل من الحد الأدنى للقبول بالكليات بالنسبة للجامعات الخاصة والأهلية. بعد كده يلتحق الطالب بالسنة التأسيسية وفقا للتأهيل العلمي له، وبعد كده تضمنت الضوابط عدم تجاوز الطاقة الاستيعابية للكلية مع مراعاة تحقيق التوازن بين الطلاب المقبولين من خلال السنة التأسيسية وغيرهم من الطلاب المؤهلين للالتحاق بالكلية، وكذا الالتزام بضمان جودة التعليم في الجامعات الخاصة والأهلية والتزامها بمعايير الجودة العالمية. ونص مشروع القانون على أنه يقصد بالسنة التأسيسية في تطبيق أحكامه محتوى علمي بنظام الساعات المعتمدة ينتهي منه الطالب فور اجتيازه، ويتلقى الطالب خلالها مواد علمية ومقررات دراسية ترتقي بها مهارات وجدارات الطلاب لتؤهلهم للدراسة في الكلية التي يرغبون فيها. يعني المواد هتكون وفق الكلية اللي بيرغب الطالب للالتحاق فيها، ده كله هيكون وفق أو نظام بنظام الساعات المعتمدة، ده بالنسبة للسنة التأسيسية أو التأهيلية للالتحاق بهذه الكليات. وبكده القرار الجديد ده احنا قلناه لحضراتكم تفصيليا، وهو نظام جديد للقبول بالجامعات الخاصة والأهلية شرط خوض سنة تأسيسية لو مجموعك أقل من الكلية اللي انت راغب فيها بحد أد ب5% عن الحد الأدنى للقبول بهذه الكليات، ويجوز لمجلس الوزراء بعد عرض الوزير المختص تجاوز تلك النسبة. دي كلها الشروط ودي كلها الضوابط، وأي جديد في هذا الشأن هنعرضه على حضراتكم. وبكده يكون انتهى اللايف بتاعنا النهاردة، شكرا لحضراتكم، كان معكم أحمد السعداوي من صالة تحرير موقع مصر.